شعب مصر العظيم منذ 9 سنوات، واستجابة لندائكم شرفت بتحمل مسؤولية هذا الوطن، مستعينا على هذه الأمانة بالله ومعتمدا على ثقتي في قدرات المصريين، ومتيقنا بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. بالأمس القريب ومن هذا المكان أيضا شهدنا إطلاق مشروعنا الوطني الأعظم لتنمية الريف المصري حياة كريمة، وها نحن اليوم نشهد نجاحا جديدا كتبته أيادي المصريين المخلصين في مجتمع مدني يستهدف دعم منظومة الحماية الاجتماعية. مشهد إنساني رائع ظاهره التضامن والتكافل، وباطنه الإخلاص والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. جزيل الشكر، جزيل التقدير لكل من شارك في هذا النجاح من متطوعين ومؤسسات وجهات فاعلة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.